حقق المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة فوزا كبيرا على نظير البوسني بنتيجة 8-2 في مباراة ودية أقيمت استعدادا لنهائية كأس العالم المقبلة في أوزباكستان. أظهر أسود الأطلس أداء هجومي قويا حيث تمكنوا من تسجيل 8 أهداف مؤكدين جاهزيتهم للاستحقاقات العالمية. تألق اللاعبون في تنفيذ الخطط التكتيكية التي وضع المدرب مما جعل المنتخب البوسني عاجزا عن مجاراة نسق اللاعب السريع والدقة في إنهاء الهجمات. في المقابل لم يتمكن المنتخب البوسني من تسجيل سوى 2، ما يعكس صلابة الدفاع المغربي وقدرته على التصدي لمحاولة الخصم. وتأتي هذه المباراة في إطار برنامج إعدادي مكثف يخوضه المنتخب المغربي قبل المشاركة في كأس العالم لكرة الصالات. يتضمن هذا البرنامج سلسلة من المباريات الودية مع منتخبات مختلفة بهدف رفع مستوى التنافسية واختبار جاهزية اللاعبين من جميع النواحي الفنية والبدنية. وتعد هذه النتيجة الإيجابية مؤشرا جيدا على مستوى الفريق وجاهزيته للمنافسة على الصعيد العالمي. فرغم التحديات التي قد تواجههم في المونديال، يبدو أن المنتخب المغربي يمتلك كل المقومات لتحقيق نتائج مشرفة ورفع راية الوطن في هذا المحفل الدولي. ومن المتوقع أن يستفيد الجهاز الفني من هذه المباراة لتقييم أداء اللاعبين وتحديد نقاط القوة والضعف قبل خوض غمار المونديال في أوزباكستان. سيكون التركيز على تحسين الأداء الجماعي وزيادة التناغم بين اللاعبين بالإضافة إلى العمل على تطوير الجوانب التكتيكية لمواكبة المستويات العالمية في البطولة. بناء على الأداء المميز في هذه المباراة، يعقد الجمهور المغربي آملا كبيرا على منتخبهم لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم. فالجميع ينتظر بفارغ الصبر انطلاقات المونديال لرؤية أسود الأطلس يواصلون تألقهم ويمثلون المغرب بأفضل صورة ممكنة.